السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة، بحلقة جديدة من حصاد الأيام وأبرز الملفات اللي نتابعها. حي على الكرامة، بهذه الكلمات وجه رئيس المجلس الأعلى الإسلامي الشيخ الدكتور همام حمودي بضرورة القيام بوقفة موحدة لتحويل أزمة الدولار إلى فرصة تستثمر لتحرير أموال العراق. جاء هذا البيان كأحد الحلول بالتصدي لهذه المسؤولية من قبل وقفة النخب الإعلامية والشعبية والسياسية واستثمار هذه الأزمة لتحسين الإدارة المالية بعد ما شهدت ارتفاع سعر صرف الدولار وتأثير قوت المواطن العراقي وضرورة استثمارها إلى فرص لتحرير أموال العراق. بالمقابل تداولت المعلومات حول اتخاذ البنك المركزي خطوات تسهم بحل هاي الأزمة ومساعدة المواطن لتخفيض سعر صرف الدولار. ملفنا الثاني مشاهدي الأحبة أيضا راح نتابع في حصاد هذه الليلة، فبرغم كم التحديات والإرث الثقيل الذي تواجه حكومة السودان إلا أنها لم تحد من أهدافها وبرنامج عملها بدءا من السياسة وصولا للاقتصاد والتربية والتعليم وما بينها من قطاعات رئيسة ومهمة. فهذه الانحرافات الحاصلة في عمل الحكومات السابقة وتصحيح هذه المسارات في الحكومة الحالية توالت بعد شهرين فقط من منح الثقة، إذ أسهمت في مغادرة الكثير ممن خيم أو ما خيم في الاعتصام المفتوح إلى خدمة الدولة، وعززت أيضا مساحة صدق تحركاتها وعملها بسلم الأولوية والحلول الجذرية. فهي لم تبحث عن أنصاف الحلول والشعارات لتسكين جراح قديمة جديدة، إنما وضعت الضمات في مكان الصحيح بما يدعم مسيرة الإصلاح الخدمية والوظيفية ويطوي صفحة التعثر والإحباط. إذا مشاهدينا الأحبة خلوكم ويانا ونتابع فقرات وملفات حصادنا لهذه الليلة. يصرح الخبراء أن هنالك أياد رغم أنها خفية لكنها واضحة ومعلومة، من يريد التلاعب بأسعار الأخضر الأمريكي أمام الدينار العراقي، ووراء الفعل أهداف عديدة بحسب المتابعين، منها تعثر الحكومة الجديدة أمام آمال المواطن، ومن الجانب الآخر أيضا هناك مقاصد لتجويع الشعب. بدت هذه المقاصد واضحة، لذلك هناك سعي حكومي لعبور هذه العقبة وخلاص المواطن من عبء الارتفاع المخيف للدولار، وكذلك دعوة الشيخ همام حمودي التي كانت واضحة لاستثمار الفرص وخلقها حتى في أوقات الأزمات. خلونا نتابع التقرير اللي أعدته أنا الزميل نهى الشمري، وبعدين نفتح محاور الحديث مع ضيوفنا الكرام. معضلة استمرار ارتفاع الدولار المزمنة تفاقم معاناة المواطن العراقي وتحاربه على قوت يومه، فقد بلغت مستويات ارتفاع الدولار إلى أكثر من 157 ألف دينار لكل 100 دولار، وربما يصل لأكثر من ذلك، إذ أربكت الدولة والسوق على إثر هذا الارتفاع المستمر، وإغاثات المواطنين بتدخل الحكومة لحلها على خلفية ما قامت به حكومة الخدمات من ملاحقة الفاسدين والسراق. فمقاومة انهيار اقتصاد البلد ليس بالخطوات السهلة كما يصرح خبراء الاقتصاد، بالوقت الذي دعا رئيس المجلس الأعلى الدكتور الشيخ همام حمودي في بيانه الأخير إلى وقفة عامة شعبية ونخبوية وإعلامية وسياسية لوضع رؤية إلى تحرير أموالهم بتحويل أزمة ارتفاع الدولار إلى فرصة يعاد من خلالها تنظيم الإدارة المالية وتحسين اقتصاد البلد. فحرص الدكتور الشيخ همام حمودي على جعل المواطن يعيش حياة كريمة دون الخضوع لجهات تريد نفع مصالحها بارتفاع الدولار وتأثيره على العملة العراقية وكذلك أسعار السلع داخل الأسواق المحلية، دعا لتوجيه بوصلة اقتصادهم لما ينفعهم جميعا واستثمار هذه الأزمة الاقتصادية قبل تفاقمها وضرورة إيجاد الحلول من قبل الجهات المتنفذة. نهى الشمري، الأيام الفضائية. مجددا حياكم الله مشاهدي الأحبة، ورحب بضيفي الكريمين الأستاذ قاسم العبودي عضو الهيئة العامة للمجلس الأعلى للإسلام العراقي ضيفا كريما في الاستوديو، حياك الله أستاذ قاسم.
وكذلك ينضم معي ضيفا كريما في الاستوديو الدكتور سالم سوادي الخبير الاقتصادي. حياك الله دكتور سالم. الاستاذ قاسم اليوم رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي الشيخ الدكتور همام حمودي يعني طلب بان يكون هنالك وقفه يعني جاده لتحويل الارتفاع من تهديد الى فرصه، هذا الارتفاع في الدولار، وايضا هنالك يعني هاشتاج نقدر نقول او نقتطع من بيان سمحت الشيخ انه حي على الكرامه، ارتباط هذا الارتفاع بكرامه المواطن وتوفير حاجات السوق، كيف تنظر اليه؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير عليكم وعلى متابعيكم الكرام في كل مكان، تحيه للاستاذ الضيف. سيدي الكريم، يعني كل قيادات المجلس الاعلى عبر تاريخ الجهادي النضالي الطويل يعني كانت حقيقه يعني حاميه للشعب العراقي وراعيه لمصالحه على كافه المستويات، ابتداء من القيادات القديمه التي ذهبت الى بارئها رحمه الله والى انتهاء القياده الحكيمه في المجلس الاعلى الاسلامي العراقي متمثله بسماحه الشيخ امام حمودي الذي حقيقه اليوم اطلق كلمه ربما تبدو للراي انها صغيره لكنها كبيره في معناها بشكل كبير جدا. يعني يفترض اليوم ان نقف امام هذه الكلمه التي هي قال فيها حي على الكرامه، يبدو انه كرامه المواطن العراقي قد هانت على كثير من القوى السياسيه التي تلاعبت بمصيره وبقوته وبسلته الغذائيه. لذلك اليوم يعني عندما اطلق سماحه الشيخ هذه المقوله الكبيره حقيقه يعني ما يقول باعتبار انه احد قاده الاطار التنسيقي الذي من خلاله انبثقت حكومه السيد محمد الشيعي السوداني، فلا ولا عجيب طبعا ولا نستغرب انه هكذا تصريحات باعتبار انه اليوم وقع حيف كبير على الشعب العراقي، واليوم يعني بصراحه الراي العام العراقي انقسم الى اقسام متعدده، وهنالك من يحاول تسقيط حكومه السيد محمد الشيعي السوداني التي عمرها لم يتجاوز الشهرين فقط. لذلك موقف المجلس الاعلى الاسلامي العراق مجسدا بسماحه الشيخ حقيقه موقف مشرف، وعلى القوى السياسيه جميعها الانتباه والالتفات الى هذه المفصليه المهمه باعتبار انه المواطن العراقي اليوم يرزح تحت لهيب الاسعار التي ارتفعت بشكل جنوني، واعتقد انه ما دون خط الفقر المواطن الذي يعيش تحت خط الفقر حقيقه بدا يعني يذهب باتجاهات حقيقه لا يحسد عليها. لذلك اليوم كما دافع ابناء الشعب العراقي عن امنهم ضد المجاميع الارهابيه الداعشيه، يفترض اليوم العراقيين باجمعهم سواء كانوا نخب او اعلاميين او سياسيين، قوى نافذه، سلطه قضائيه، مجلس برلماني، الكل اليوم مطالب بوقفه جهاديه كبيره جدا لدفع الحيف عن المواطن والحفاظ على كرامته التي بدات تسلب من خلال الارتفاع الغير مسبوق للدولار مقابل العمله المحليه العراقيه، علما هنالك فائض في الميزانيه العراقيه قد يربو على ال 100 مليار دولار. طيب نعم. دكتور سالم اجدد ترحابي بحضرتك، وهنا نتساءل عن السياسه الماليه في العراق بمقاييس وارقام سائده في السوق العراقيه، هل من الممكن ان نحول هذه التهديدات اللي يتعرض إليها الاقتصاد العراقي، الضغط الدولي، ارتفاع سعر الصرف، هذه تهديدات كلها هل من الممكن أن نحولها إلى فرص نستفيد منها؟ نعم، شكرا لحضرتك، شكرا لقادر القناة على هذه الفرصة اللي تاحة لتوضيح أسباب ارتفاع أسعار صرف العملة مقابل العملات الأجنبية مقابل العملة المحلية. طبعا استغلال الارتفاع المفاجئ باسعار الصرف واللي به عوامل طبعا عوامل اقتصاديه وعوامل سياسيه تدخل هذا الموضوع. لهذا حتى ناخذ هذا الارتفاع بالشكل اللي نستغله بالشكل المطلوب لابد من توافر الادوات الاقتصاديه اللازمه لاستغلال هذا الارتفاع. من هذه الأدوات هو جانب القطاع الخاص. بالقطاع الخاص نشوف في الاقتصادات العالمية المبنية على الاقتصادات الصناعية والاقتصادات التجارية تلاحظ أنه تعوم عملتها في سبيل أنها ترفع أسعار الصرف بالنسبة لعملاتها المحلية تخفضها مقابل أسعار العملات الأجنبية، بالتالي هذا التخفيض راح يساعدها على زيادة عوامل الإنتاج. هذه عوامل الانتاج راح تخفض التكاليف وبالتالي راح تسوق المنتجات للدول اللي هي عملاتها
مرتفعة أمام أسعار العملات الأجنبية الأخرى، وهذا يعتبر عامل إيجابي للاقتصاديات اللي تنتهج هذه الرؤية الاقتصادية، اللي ممكن أنه تكون عامل إيجابي باقتصاداتهم باعتبار أنه تتوافر لديهم القوى الاقتصادية اللازمة الإنتاجية اللازمة لتفعيل بقية القطاعات الاقتصادية، وبالتالي تستغل هذا الارتفاع. في حين أنه في اقتصادنا الاقتصاد العراقي اقتصاد هامش مبني على قطاع أحادي جانب باعتماده على القطاع النفطي الريعي، هذا يشكل لنا أزمة مالية حقيقية داخل الاقتصاد، بالتالي أزمة تؤدي إلى أزمة في داخل الاقتصاد من خلال زيادة أسعار السلع والمنتجات، سواء كانت هذه المنتجات هي محلية ومنتجة داخل الاقتصاد أو مستوردة من خلال استيرادات. هذه بالتالي راح تأثر على زيادة التضخم بالاقتصاد، وبالتالي هذا التضخم يؤدي إلى مشاكل اقتصادية أخرى منها الفقر البطالة، وبالتالي إحنا لابد أن نعالج هذه الارتفاعات. طيب. من خلال مثلا موجود عندنا حاليا مزاد نافذة بيع العملة. طيب. نلاحظ أنه نافذة بيع العملة بدأت تنخفض بها معدلات المبيعات البنك المركزي للمصارف، وبالتالي هذا الانخفاض سبب ارتفاع أسعار صرف العملة الأجنبية مقابل العملة المحلية. هذا الارتفاع نتيجة تعارض قوى العرض مع الطلب، وبالتالي هذا التعارض سبب لنا هذه المشكلة، وبالتالي احنا يفترض ك يعني رجال أعمال صناعيين وغيرهم يفترض أنه الإقبال على شراء العملة ينخفض حتى في سبيل نوازن بين قوى العرض والطلب، بالتالي هذه مسؤولية اجتماعية مسؤولية وطنية يتحملها رجال الأعمال، يتحملوها الناس المضاربين بالعملة نتيجة فهذه الارتفاعات يفترض أنه عدم تستغل من قبل الأشخاص اللي يتعاملون بالعملة. إذن حضرتك تتحدث عن منظومة دكتور سالم. نعم. وهنا أستاذ قاسم لما يتحدث جناب الدكتور سالم سوادي عن هذه المنظومة، هنا أيضا نرجع إلى بيان المجلس الأعلى الإسلامي العراقي اللي قال شيخ الدكتور خلاله أنه هاي المسؤولية ما تتحملها الدولة بحكومتها أو برلمانها، بل أن هنالك هذا الموضوع يستوجب وقفة النخب الإعلاميين الأكاديميين السياسيين التواجد أو التوحد معا في سبيل معارضة، يعني سواء على المعارضة أو الموالاة، حتى يكون هنالك فرض الإرادة الشعبية سواء داخل السلطة أو خارج السلطة، داخل البرلمان أو خارج البرلمان، يعني معارضة أو موالاة، بالتالي الكل معني بهذا الموضوع ما دام أنه يمس مصلحة المواطن. ما تشوف أنه أكو هذه يعني بعض الإشارات توحي بأنه هنالك من يريد أن يرتفع سعر الدولار، وما الذي يتوجب على العراق دولة وشعب وهذه الكفاءات والنخب فعلا تجاه هذا الموضوع؟ نعم سيدي الكريم، يعني كرامة المواطن وحقه في العيش خط أحمر، لذلك عندما وصل الخط الأحمر إلى هذا المستوى مع المواطن العراقي تعالت النداءات من قادة الإطار التنسيقي، وما يخصنا اليوم هو تصريح أو بيان المجلس الأعلى الإسلامي العراقي من خلال سماحة الشيخ الدكتور همام حمودي. نعتقد يا سيدي الكريم اليوم مسؤولية تقع على عاتق الجميع، يعني يفترض في هذه المرحلة وفي هذا اليوم بالذات كل المعارضين تحت قبة البرلمان أو الموالين أو كل الفرقاء السياسيين يجب أن تقف وقفة واحدة لدعم حكومة السيد محمد الشاعي السوداني في عملية إصدار بعض القرارات من الممكن أن تلامس حياة المواطن العراقي وترفع الحيف عنه بخفض سعر صرف الدولار أمام العملة المحلية. نعم هنالك بعض الأجندات الخارجية التي عملت على رفع سعر صرف الدولار، وأيضا هنالك أجندة داخلية، وهناك بعض الأحزاب السياسية وبعض المضاربين كما تفضل الأخ الدكتور، هنالك بعض العمليات التجارية بين هلالين حقيقة الغير مجدية، يعني حقيقة وحتى أن أقول غير أخلاقية، عندما يكون هنالك تلاعب مصير المواطن العراقي فأنا أذهب إلى الوصف الأخير،
لذلك أقول حتى المضاربة التجارية يفترض أن تخضع لمقاييس السوق ولأخلاقيات العمل في الجانب الاقتصادي، لكن عندما يكون هناك مضاربات بهذا الشكل وهناك من يحاول الضغط على حكومة السيد محمد شاعر السوداني من خلال خنق المواطن، حقيقة هذا أمر مرفوض، وعلى الكل تحمل مسؤوليات أخلاقية ودستورية سواء كان شعب أو تجار أو برلمانيين أو سياسيين أي كان. يعني اليوم الحيف باتجاه أو الخطر باتجاه أبناء الشعب العراقي بأكملهم، كما قلت أنه عندما داهمت المجاميع الإرهابية الأمن العراقي هب العراقيين طيب. جميعا للدفاع عن أمنهم. ذاك اليوم مطلوب عندنا جميعا أن نهب وأن ندافع عن كرامة المواطن العراقي أمام هذه الهجمة الشرسة الذي حقيقة يعني حركت خيوطها من الخارج، واليوم هنالك بعض من موجود في الداخل العراقي يحاول ترجمة هذه المؤامرة عبر الضغط على المواطن بهذا الشكل. طيب بكلام تخصصي دكتور سالم، يعني هسه واحدة من الميكانيزمات اللي اتخذتها الحكومة أو اتخذها البنك المركزي بالتنسيق مع رئيس الحكومة هو بيع الدولار مباشرة للمواطنين، وتم تحديد 10 مصارف ابتداء من يوم غد راح تبيع الدولار بالسعر القديم 146 وشوية تبيعه للمواطن بنسب معينة. هل هذا الحل برأيك من الناحية الاقتصادية راح يكون بوابة لخفض السعر بالإضافة إلى حلول أخرى راح نناقشها تباعا؟ طبعا أكيد هذه واحدة من الحلول اللي تكون أداة لمساعدة العرض، بالتالي من يكون أكو عرض طلب راح يتوازن، من يتوازن راح تستقر الأسعار، فهذه يعني حالة اقتصادية صريحة يعني ما تقبل يعني أدنى شك. فهذه واحدة من الحلول اللي ممكن أنه تفعل أداة تخفيض سعر الصرف الأجنبي مقابل العملة المحلية وبالتالي ترفع العملة المحلية. طيب. أكيد هذا يعني عامل إيجابي راح يكون مشجع لتخفيض سعر الصرف العملة الأجنبية. أكو حلول أخرى اقتصادية ممكن أنه تعالج مشكلة ارتفاع أسعار الصرف. من هذه الحلول أنه تضمين أسعار الصرف داخل الموازنة العامة للدولة المقبلة، بالتالي هذه الموازنة العامة للدولة اللي يفترض أنه تخضع لقانون إدارة الدين العام، يعني رقم 6 لسنة 2019، يفترض أنه تكون أكو يعني فد خطط توفيقية للموازنة العامة للدولة تراعي بها جميع متطلبات الحياة الاجتماعية والاقتصادية لكافة شرائح المجتمع. طيب. بالإضافة إلى هذه الحلول دكتور، يعني كانت هنالك حلول أخرى، يعني عدم استيفاء الرسوم الجمركية ومبالغ الضرائب مسبقا، وأيضا قضية تنظيم ومراقبة عمل المصارف وتعزيز سلامة وكفاءة أنظمة الدفع وتطوير نظام المدفوعات، كل هذه آليات وميكانيزمات إذا ما تبعها المصرف أو البنك المركزي وبقية المصارف الأهلية والحكومية، هل من الممكن أن نشهد التغلب على هذه الضغوطات الدولية التي تريد أن ترفع سعر الدولار سواء الدولية أو حتى الخارجية الداخلية؟ عفوا. نعم، واحدة من المشاكل اللي سبب رئيسي في عدم استقرار أسعار الصرف داخل السوق المحلية هي نافذة بيع العملة بالنسبة للمصارف اللي داخلة بالمزاد العملة. هذه المصارف، في بعض المصارف ما نقول انه اغلب المصارف، هي تدخل في مزاد العمله، بالتالي تشتري هذه تقدم حوالات لاعتمادات مستنديه لبضائع وسلع مستورده من خارج القطر، بالتالي هذه المستندات عاده ما تكون انه مستندات غير حقيقيه، وبالتالي هذا الجانب راح يفعل انه هذه المبالغ المستلمه من هذه المصارف راح تكون في غير أداتها المستخدمة، وهذه واحدة من العوامل السلبية اللي يفترض أنه تتفعل أدوات الرقابية للبنك المركزي وغير البنك المركزي للجهات الرقابية مثل هيئة الرقابة وديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة العامة حتى تراقب هذه الأموال وكيفية عملية تدويرها داخل الاقتصاد الوطني. أستاذ قاسم، يعني الحكومة الحالية أيضا لديها إجراءات أخرى غير يعني تخفيض سعر الصرف، ولكن هنالك استقرار للجانب المعيشي للمواطن، هنالك مواد مخزونة في موجودة في المخازن أسعارها مدعومة لا تتأثر بارتفاع سعر الصرف، أيضا منظومة الحماية الاجتماعية يتم تعزيزها وتحديث البيانات كما دعت وزارة
العمل والشؤون الاجتماعية بأن تحدث البيانات وترسل على رابط أطلقتها هذه الوزارة، بالتالي الحفاظ على المسار المعيشي للمواطن كيف تنظر إليه وسط الارتفاع والانخفاض في سعر الصرف. نعم، حقيقة كل ما ذكرت لا يرتقي إلى مستوى المتدني لمعيشة الفرد العراقي، يعني حتى وان كان هنالك دعم لمفردات البطاقه التموينيه الذي حقيقه يعني لم يكن بالمستوى اللائق للمواطن العراقي، حتى وان كان هناك دعم لا يرتقي الى ذائقه المواطن العراقي باعتبار هنالك التزامات اخرى غير مفردات البطاقه التموينيه. اجمالا يا سيدي الكريم، يعني الحلول التي اطلقتها الحكومه لهذه اللحظه عباره عن حلول ترقيعيه ولا يوجد هنالك علاج للمشكله. فضلا عن ذلك، يعني لهذه اللحظه لم يظهر لنا مسؤول كبير في حكومه السيد محمد الشاع السوداني للبوح للراي العام العراقي بالذي يحدث. يعني لهذه اللحظه عباره عن تكهنات، الكل المتابعين الشان السياسي الاقتصادي كل شرائح المجتمع العراقي الكل يحاول ان يجد سببا لهذا الارتفاع الغير مسبوق، لكنه لهذه اللحظه لم يوجد سبب واحد مقنع للمواطن. ما كان اكو سبب مقنع، هل نستنتج بان هذه هي الازمه، ازمه مؤقته، ازمه عابره، يستطيع العراق عبر هذه الاجراءات حكومه الشعب كل هذه الطبقات اللي دعا الها بيان المجلس اذا ما تكاتفت نستطيع ان نتجاوز هذه الازمه بوقت سريع؟ اي ازمه سيد الكريم يتكاتف فيها الجميع سوف يتم القضاء على تلك الازمه، لكن هل السؤال هل الجميع مستعد ان يتكاتف من اجل رفع الحيف عن المواطن العراقي وحفظ كرامته؟ هنا السؤال. لكن يا سيدي الكريم، التسريبات الاقتصاديه والسياسيه وحتى الاعلاميه تقول ان هنالك عمليه ضغط من السفاره الامريكيه على حكومه السيد محمد الشاع السوداني في هذا المفصل بالذات. يعني يفترض هنا اليوم ان نضع المسؤوليه كامله امام حكومه السيد محمد الشاع السوداني والبوح بالسبب الحقيقي وراء هذا الارتفاع حتى نعرف من هي الجهه المستفيده من هذا الارتفاع ومن هي الجهه اللي تحاول محاربه الشعب العراقي في لقمه عيشه. دكتور سالم، يرى السيد العبودي بان هذا التوقيت بالذات هو محاوله ضغط امريكي على الحكومه العراقيه، هسه اذا ردنا ناخذ الاراء المغايره بنظر الاعتبار التي توصف هذا الكلام بنظرية المؤامرة، خلينا نرجع إلى قبل عامين، الخزانة الأمريكية أصدرت هذه التعليمات وهذه العقوبات قبل عامين، إذن أين كانت الحكومة السابقة من تنفيذ هذه التعليمات؟ لماذا تم ترحيلها إلى هذا الوقت بالذات؟ مشاكل التحويلات المالية هي أحد الأسباب اللي أدت إلى أنه وزارة الخزانة الأمريكية أن تضع بعض المصارف على هذه اللائحة. طيب، لائحة البلاك اللي معروفة أنه هذه مصارف تتعامل بتحويلات مالية غير مقبولة دوليا حسب لائحتهم هي اللي موضوعة. فبالتالي هذه المصارف هي سببت مشكلة داخل البلد. السؤال ليش بهذا الوقت؟ يعني مو قبل عامين سلمت وزارة الخزانة الأمريكية هذه اللائحة إلى البنك المركزي، ليش هسه يلا طلعت هذه الآثار؟ بداية حديثنا قلنا أنه المشكلة هي مشكلة اقتصادية. نعم، ومشكلة سياسية. سياسية نعم. نعم، المشكلة الاقتصادية هي واضحة وكما متعارف عليها أنه هي المشكلة راح تأثر على حياة الناس، حياة المجتمع، حياة الناس البسطاء اللي يعني يكون قوتهم أو الأجور أو الدخول. نعم، المتحقق لديهم واطئة، بالتالي هذه راح تأثر على حياتهم الاجتماعية والصحية وغيره. فهذه هي احد الادوات الضغط السياسيه اللي ممكن انها تضغط على الحكومات، سواء كانت حكومتنا او بقيه الحكومات اللي هي لا تسير بمسار الدول ذات الهيمنه ومنها الولايات المتحده الامريكيه. فبالتالي هذه الادوات تحتاج لها طابع سياسي من العلاقات السياسيه اللي ممكن انه تخفض هذا الحد من التوتر القائم وبالتالي تأثير على المستوى الاقتصادي والحياة العامة للمجتمع. طيب، أرجو بالتفضل البقاء معي الدكتور سالم سوادي الخبير الاقتصادي كي نتابع ملف الآخر. وفي هذه الأثناء قبل أن أنتقل أتقدم الشكر الجزيل لحضرتك الأستاذ قاسم العبودي عضو الهيئة العامة للمجلس الأعلى الإسلامي العراقي، أثريت الحوار في هذا الملف. بعد الفاصل نتابع مشاهدي الأحبة.
مجددا حياكم الله مشاهدي الاحبه في هذا الملف. اجدد ترحابي بضيفي الكريم الدكتور سالم سوادي الخبير الاقتصادي، وارحب بضيفي الكريم الدكتور محمود الهاشم رئيس مركز الاتحاد للدراسات. حياكم الله ضيوفي الكرام. دكتور محمود، يعني ابدا مع حضرتك، لما يترأس رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني الجلسه الاعتياديه لمجلس الوزراء اليوم، وجرت مناقشه عده محاور وملفات، نشوف انه الحكومه الان لما تتعرض إلى ضغوطات خارجية أكثر من الضغوطات الداخلية، بالتالي هذه التحديات هل ستزيد من فرص إثبات الجدار على أقل تقدير لحكومة السوداني؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولضيفكم الكريم حياكم ومشاهديكم الكرام. سيدي الكريم، أولا ليس هنالك دولة في العالم لا تتعرض إلى ضغوط خارجية. نعم. وإذا لم تتعرض مثل هذه الدولة بمعنى ليست هنالك تحمل سمات دولة، ولكن واحدة من أسباب قوة ومنعة الدول في العالم أنها عندما تتعرض إلى تحديات خارجية ترقى إلى مستوى هذه التحديات وتصبح دولة قوية وذات منعة. على سبيل المثال، أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعرضت على مدى 40-41 عام إلى ضغوط خارجية بالذات أمريكية، وأصبحت خصماً أولاً للأول ضد الولايات المتحدة بعد حتى تفردها بالعالم. لكن هذه التحديات الخارجية استطاعت أن تصنع لنا هذه الدولة التي تدخل أسواقها ولا تجد فيها بضاعة أجنبية، بل المواطن مواطنها يحترم البضاعة هذه. عندما يزور العراق الإيرانيون لا يشترون البضاعة الأجنبية المتوفر لدينا لأنهم لديهم قناعة ببضاعتهم. من هذا نفهم أن الحكومة العراقية الآن نعم تتعرض إلى ضغوط خارجية، خاصة من الولايات المتحدة التي تريد أن هذه الدولة أن ترضخ وتصبح تحت إمرتها، بل على الأقل أن تشاغلها إلى فترة ما حتى تنهي الحرب الأوكرانية الروسية تنتهي، حتى تستطيع أن تعود الخناق مرة ثانية ومباشرة على العراق بعد أن الآن انفكت عنه قليلا بسبب ظرف الحرب. نعم. دكتور سالم، يعني هذه الضغوطات نرى بأن الحكومة بدأت تتخذ آليات معينة تزيد التصاقها وقناعة المواطن بها، باعتبار أن الحكومة وعدت وأخذت عهد على نفسها بأنها ستكون حكومة خدمات. لما تزداد هذه الضغوطات نلاحظ بأنه مجلس الوزراء عندما يجتمع العديد من المقررات، خلينا في أول مقرر عندما يصوت مجلس الوزراء بالموافقة على الاستحداث من قبل وزارة المالية لدرجات وظيفية تثبيت جميع المحاضرين والإداريين في وزارة التربية، وتعرف حضرتك هذا الملف الشائك والمعقد بلغة الأرقام، يعني كم عدد الناس اللي راح تستفيد من هذا الموضوع، الناتج وهذه الجهود واستثمار الموارد البشرية في هذا الموضوع كيف سيكون وفي أي مصلحة يصب؟ نعم، أكيد أنه من تكون أكو سوق العمل تكون شاغلة ونشطة داخل الاقتصاد، هذا راح يرجع بالمردود على بالفائده على مستوى الاقتصاد ككل، لانه راح تتحقق دخول للافراد، وبالتالي هذا الدخول راح تنعكس ايجابيا على مستوى الاستهلاك وايضا على مستوى الادخار، بالتالي هذا راح يكون عامل ايجابي على الارتقاء بالخدمات الاجتماعيه للمجتمع بصوره عامه، وهذا ما يحقق ويلبي رغبات المجتمع في تحقيق الرفاهيه الاجتماعيه بصورة عامة للمجتمع. لكن أكو عوامل إيجابية وأكو عوامل سلبية. العوامل الإيجابية أنه إحنا قلنا هذا يحقق رفاهية اجتماعية للمجتمع ويحقق فرص عمل، وبالتالي يكون سوق العمل نشطة. لكن تكون سوق العمل نشطة بكيف؟ من خلال مثلا أنه اعتمادها أحاديا على القطاع الحكومي، في حين أنه القطاع الخاص هو غير فاعل في سوق العمل. ليش؟ لغيابه، لغياب القطاع الخاص، بالتالي بقت الاحاديه لجانب سوق العمل على القطاع الحكومي، وهذا عامل سلبي راح يكون ضغط على النفقات العامه التشغيليه داخل الموازنه العامه الاتحاديه. وهذا ينعكس قلنا سلبا، ليش؟ لانه راح يكون زياده بالنفقات الجاريه، وبالتالي راح يكون يخفض من النفقات الاستثماريه اللي ممكن انه تفعل المشاريع الاستثماريه المتوقفه من جراء عدم طيب. العجز الحاصل في الموازنة العامة الاتحادية. طيب.
الموازنة لم تقر لحد الآن دكتور. نعم آسف لمقاطعتك، الموازنة لم تقر لحد الآن دكتور محمود، ولكن هذه القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء هل ستضمن في الموازنة لما فرص درجات وظيفية، فرص تعيين أخرى، نتحدث عن الموافقة على تحويل المتعاقدين والوجراء اليوميين إلى عقود وفق قرارات مجلس الوزراء وتشكيلات العائدة إلى وزارة النفط، وأيضا قيام وزارة المالية أيضا باستحداث أكثر من 11,000 درجة وظيفية لاستيعاب العاملين في شركات التمويل العائدة إلى هذه الوزارة، وزارة النفط أقصد. بالتالي هذا الموضوع يقدم خدمة لشريحة كبيرة من المواطنين، هل سيسهم في رفع خط الناس من يعني فوق خط الفقر؟ يعني احنا لا نستطيع ان يعني نقف بوجه الدوله عندما تتخذ قرارا بشيء يعني تعيينات وكذا، ولكن الاهم من ذلك انا مره سالت الاستاذ السوداني قبل ان يكون رئيس وزراء، سالت انه انت مريت عندك باكثر من وزاره اما وزيرا او اصاله او وكاله، وكنت أتى في وزارة الصناعة وزارتك يعني الوزارات الخدمية ووزارات أيضا منتجة، فهل أنت عندك فائض بالعدد الموظفين لو كافين هكذا يعني هذا العدد؟ يعني ذكر لي في وزارة واحدة هنالك 100,000 موظف هم بلا عمل. لما يكون عندك 100,000 بلا عمل بمعنى اغلبهم هم عقود، طيب هذا العقد منين ياخذ راتبه؟ ما ياخذ راتبه من وزاره الماليه، انما ياتي راتبه عن طريق النثريه اللي تجي للوزاره، وبذلك اولا الوزاره غير قادره على التحرك ولا قيام باي مشروع ولا كذا، لان اموالها تذهب رواتب. وهذه يعني ذكر لي اكثر من وزاره في هذا المجال فيها ارقام كبيره وهائله ولكن بلا فائده بما في ذلك الكهرباء. إذا نحن عندما نسمع بالتعيين وهذا العدد الكبير وتخرج تظاهرات وتخرج كذا المطالبة، أولا الحقيقة هذه الأحزاب السياسية أغرقت الوزارات بأعداد هائلة من الموظفين والعمال، وهؤلاء بدون فائدة يعني. يعني الآن إحنا جيران إن مثلا الإيرانيين يلا عندهم 1,000,000 موظف وإحنا 4 ملايين وعندنا متقاعدين ونجيب ونلحق بهاي العقود وغيرها، وهي كلها على ريع النفط يعني. هذا طبعا انا باعتقادي الخاص هذا راح ينهك الميزانيه وينهك كذا، والدليل الان هو اشتكى السيد ايضا السوداني، اشتكى خلال جلسته بالاخوان الاطار، قال لهم اني يعني معظم الموازنه قاعد تذهب الى تشغيليه اكثرها رواتب. طيب خلينا احنا ما نستطيع الان نسمعهم هذه الجمله انه انتم غير مرحب بمثل هذه التعيينات، ولكن نقول الدولة تسعدنا جدا عندما نسمع أنها قد أنشأت مصنعا أو أنشأت لنا ورشة أو مشروع زراعي مشروع صناعي وهكذا، عدد عمال، حركة السوق، حركة الحياة، منتج الوطني، حتى هذه الرواتب إحنا نأخذها منها ونشتري بها بضاعتنا المحلية. عند هذه اللحظة نكون سعداء، عدا ذلك هذه مجرد، خاصة أنا أسمع من إخوان النواب الحقيقة أنه إحنا لابد من تعيين الإخوان كذا أصحاب الشهادات، تعيين كذا، طبعا وين تعيينات كلها تروح على نفس هاي الموازنة وتتحول رواتب، وبذلك تفقد الدولة فاعلية قوة الإنتاج. نعم يعني وين كان هذا الموضوع يعني من موارد اقتصادية دكتور سالم، فيه قواعد تأسيسية صحيحة ولكن كحلول بأن المواطن تخرج من الأوائل، حمل شهادات عليا، عقود، أجراء يوميين، بالتالي ينظر إلى التعيين كحق مكتسب تجاه مواطنته. وأيضا أضف إلى كل هذه المقررات من مجلس الوزراء تمت الموافقة على استحداث من وزارة المالية أكثر من 3,000 درجة وظيفية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بعد أن ظل ملف المتعاقدين معها معلق لسنوات عديدة، واليوم اتخذ القرار لحسمه. هذا الموضوع أيضا نتحدث عن، حتى لو نتحدث عن مصلحة خاصة للمواطن، هذا المواطن شنو ذنبه يظل محاضر مجاني ويعمل بالعقد أو الأجر اليومي لدى وزارة النفط والمفوض العليا المستقل للانتخابات؟ نعم
حقيقة هذه القرارات هي قرارات جريئة من قبل مجلس الوزراء وعلى رأسهم السيد رئيس الوزراء المحترم. هذه القرارات هي قرارات تخدم شريحة كبيرة من المجتمع غابت عنها غابت الوظائف في الموازنات السابقة على من 2014 لحد هذه السنة. فتعتبر هذه قرارات جريئة، في حين أن الموازنة العامة للدولة لحد الآن هي غير مقررة، وإحنا هسه في العام 2022 نهايته، وراح ندخل بالعام 2023 وإحنا دا نشتغل على موازنة 1 على 12. نعم. وبالتالي هذه الموازنات 1 على 12 ما بها فرص للتعيين، لكن وجدوا حلول لهذه المشاكل في عدم إيجاد فرص عمل للخريجين وغير الخريجين. هسه مثلا نلاحظ انه الخريجين الدراسات العليا والحاصلين على المراتب الاولى الشهادات بالدراسات الاوليه، نشوف 74 الف فرصه عمل تحققت من خلال قرارات جريئه من قبل مجلس الوزراء في تعيين هؤلاء الشباب اللي ما لاقي لهم فرص عمل. بالتالي هذه راح تحقق طفره نوعيه في حياه هؤلاء الأشخاص واللي هم جزء كبير من المجتمع وشريحة كبيرة من المجتمع. احنا بينا قلنا انه بيها إيجابيات وبيها سلبيات التوظيف الحكومي، لكن انه نتيجة لغياب الخطط. نعم. الخطط اللي تخدم الواقع الاقتصادي بصورة عامة واللي تخص في مجال إدارة القطاع الخاص، بالتالي هذه ليش غابت لهذه الفترات؟ اللي هو غياب الموازنة الحقيقية، الموازنة الداعمة لتشغيل القطاع الخاص. بالتالي هذه لو ضمنت في هذه الموازنة القادمة لسنة 2023 واللي هو وعد بها السيد رئيس مجلس الوزراء، وعد أنه ينطي جانب كبير لدعم القطاع الخاص، بالتالي هذا الدعم راح يحقق لنا أيضا فرص عمل كبيرة، بالتالي راح يكون أكو مساهمة للقطاع الخاص في تحقيق فرص العمل والقضاء على نسب البطالة. تلاحظ مثلا انه في صحراء السماوه. نعم. في صحراء السماوه هسه حاليا انه هي صحراء لكن متوفر فيها المياه الجوفيه الصالحه للسقي. فلاحظ انه استغلت من قبل هيئه الحشد، وبالتالي بداوا يزرعون بها مساحات كلش كبيره بمختلف المزروعات ومنها النخيل وغير النخيل، هذه المحاصيل الاستراتيجيه والمحاصيل غير الاستراتيجيه، بالتالي هذه راح تصب في مصلحه اهالي السماوه ايضا. نعم. ومصلحه عامه كتسويق هذه المنتجات في السوق المحليه. اذا ما كانت احنا نعاني من مشاكل فيها اهداف متحققه على المستوى البعيد من قبيل مكافحه التصحر وغيرها ايضا. طيب. نعم. دكتور اسمح لي انتقل للدكتور محمود الهاشمي. دكتور محمود، نتحدث عن شكل الحكومه، لما وصفت نفسها الاطار قال انا اذا شكلت حكومه أشكل حكومة خدمات، وأتت حكومة السوداني رفعت ذات الشعار. لما تكون حكومة خدمات بطبيعة الحال يفترض أن تكون حكومة أبوية. هسه تحدثنا عن فرص التعيين، نتحدث أيضا عن الموافقة اللي جرت اليوم في مجلس الوزراء على تمليك العوائل الأيزيدية في محافظة سنجار، عفوا في قضاء سنجار في محافظة نينوى، الأراضي السكنية والدور اللي يشغلونها منذ 10 سنوات. وتعرف حضرتك هذا المكون الكريم، المكون العراقي الكريم، كم عانى ما عانى وأعطى التضحيات إبان احتلال داعش. يعني هي هذه المفروض كل حكومات السابقة يعني عالجتها، يعني هم اليزيديين منين يعني غير أليسوا هم شعب يسكن، وهذا التاريخ أمامنا، هم يسكنون ويقاسمون العراقيين هذه المساحة من الأرض، وهذا التاريخ من فترة كلش طويلة يعني يمتد من العصر الأموي وقبله. طيب احنا لابد ان نجد لهم حلا، يعني حتى هذا حل قضيه السكن. انت تعرف الان عندما تدخل الى سنجار ما زرتها، يعني انت تدخل الى خريبه وليس الى مدينه. كل ما حدث من تخريب اثناء المعركه مع التنظيمات الارهابيه داعش، كل المساكن والاحياء والاسواق مدمره بالكامل، ولان الخصومه قائمه واخواننا الاكراد يطالبون بان يكون بإدارة سنجار، واليزيديين يتذكرون القوات البشمرقة بنوع من يعني الألم والمرارة لأنهم تركوهم في ذلك الظرف الصعب.
وبقيت هذه الأحياء دون أدنى خدمات ودون إعادة بناء وكذا. المفروض الآن أولاً قضية سنجار تحل، وتسويت اتفاقية، ولكنها الاتفاقية سنجار بالنسبة لنا احنا غير مقتنعين بها، لأنه جاءت تحت ضغط أمريكي لسبب ما لقطع الطريق وربط العراق في سوريا وغيره. ولكن الآن آن الأوان أنه تعيدون إنتاج هذه المنطقة المظلومة، ومن ضمنها يسكنها عدد كبير من اليزيديين الذين تعرضوا يعني إلى مشاكل وإلى أزمات وإلى عمليات قتل وابتزاز وسبي واعتداءات على الأعراض، على الأقل يعني تمنحهم مثل قطعة الأرض هذا. وأسعدنا اليوم هذا القرار بأنهم تذكروا هذه الشريحة، ونتمنى طبعا عندنا مساكن الآن وعشوائيات هائلة جدا بالعراق ودون خدمات ودون أدنى يعني مستوى من الراحة، عوائل تتقاسم من منطقة مدينة الصدر، يتقاسمون البيت الواحد 25 نفر و30 نفر متكدس، كتل بشرية تعيش في مساحة ضيقة، وهذه مساحة العراق الآن الهائلة، وهم لا يحصلون على الأقل على حقهم الشرعي في أنهم يمتلكوا أرضاً. وتذكر أن قانون البنى التحتية اللي عام 2008-2012 ما تمت الموافقة عليه، وكان المفروض الدفعة الأولى على الأقل يبنون مليون وربع وحدة سكنية، وبعدها الآن الاتفاقية الصينية العراقية أيضا مشروعها في بناء وحدات سكنية، والآن تخبط هذا وأمريكا تضغط وغيرها. المهم نأمل على أنه يستمر مجلس الوزراء والسيد رئيس الوزراء في مشروع الخدمي، على الأقل لإشعار المواطن أنه هذه الحكومة موجودة وجاءت من أجله. نعم. كل التسهيلات دكتور سالم اللي نذكرها اللي قام بها العراقيين للدول الإسلامية عند استقبال وفودها الزائرة في زيارة الأربعين، اليوم أيضا أكو مناسبة وحدث مهم مع الفارق طبعا، وهو حدث الرياضي خليجي 25 اللي تحتضن محافظة البصرة. فأيضا مجلس الوزراء لما يقرر إعفاء المركبات اللي داخله، إعفاءها من قبل وزارة النقل ووزارة المالية من الضريبة والجمرك ورسوم الدخول، وبالتالي كل هذه المسائل هل ستعطي انطباعا ايجابيا تحسين الصوره الذهنيه والنمطيه لمكانه العراق وسط هذه الدول التي تاتي بمشجعيها، وبالتالي يعني مساله الامان، هذه البطوله التي تنظم، كيف تنظر الى هذه الاجراءات؟ طبعا هذا القرار قرار انا اعتبره يعني تحليلي الشخصي انه قرار صائب، باعتبار انه احنا بعد غياب ما يقارب 40 سنه تقريبا عن بطولات الخليج وعن المحيط العربي، بالتالي هذا الحظر الطويل على الكره العراقيه وعلى الملاعب العراقيه اشتغلت عليه المنظومه الرياضيه والمنظومه السياسيه المتمثله بوزاره الرياضه والشباب، فاشتغلوا على هذا الجانب من قبل تقريبا 10 سنوات او اكثر، لكن ما تحقق هالشيء. الان بعد توافر البنى التحتيه وامتلاك البصره لكافه المستلزمات اللازمه لاستقبال الوفود الخليجيه، بالتالي هذا اصبح الامر واقعي وجدا قرار صائب في احفاء هذه الجماهير الرياضيه القادمه من دول الخليج العربي. دكتور موجيك شخص يقول لك هذا هدر بالاموال، واحنا المفروض هاي الوفود اللي تدخل لنا نستفيد منهم ومن الاموال هذه الداخله، والسياحه هو ايضا رافد من روافد الموازنه. نعم، ممكن الدول تنفق مليارات الدولارات في سبيل استقطاب اعداد كبيره من الجماهير في سبيل تحقيق مبتغاها السياسي والاقتصادي والاجتماعي وغيره، في سبيل أنه تحقق هذا المبتغى أو الهدف الأسمى، وهو استقطاب هذه الروح الرياضية وهذه الروح الأخوية العربية من داخل المجتمعات الخليجية، وبالتالي حتى على مستوى الجوانب الحكومية هذا عامل إيجابي يساعد على إشاعة اللحمة الوطنية العربية ما بين البلدان العربية والشعوب أيضا بعد غياب طويل. تعرف أنه التلاحم والعلاقات الاجتماعية ما بين المجتمع البصري والمجتمع الخليجي هي علاقات قائمة من أمد بعيد،
لكن الدوافع السياسية والمشاكل السياسية الماضية هي شاعت على وجود هذه الفرقة، وبالتالي هذا عامل إيجابي نعتبره في استقطاب هذه الجماهير اللي هي أصلاً متخوفة أنه تجي للعراق، لكن بوجود الأمن والأمان هو عامل إيجابي في استقطاب هذه، وهذا واحدة من العوامل الإيجابية في تحقيق الرؤى اللي تهدف لها الدولة العراقية في نجاح هذا المحفل الكبير. الدكتور سالم سوادي الخبير الاقتصادي، أثريت الحوار في الملفين، والشكر الموصول لحضرتك دكتور محمود الهاشمي رئيس مركز الاتحاد للدراسات. شكرا جزيلا لكم ضيوف الكرام، شكرا لكم مشاهدي الأحباء على حسن المتابعة، في أمان الله.